nature's corrupted and such is far away. متجر عبد العزيز لبيع الكوينز. المتجر سريع ومضمون من البند والتصفير، وبرضه يشحن لك كوينز لو كان عندك السوق مقفل او مفتوح، حتى لو تبي تشتري تشكيلات موجود عندهم بعد. جميع الروابط موجوده تحت في الديسكريبشن، واترككم مع مقطع اليوم. اليوم عندنا حلقة جديدة الملك مانشستر. بحلقة اليوم عندنا كم مهمة نبغى نسويها، مهام يعني في النادي ومهام في المباريات ومهام في سوق الانتقالات، يعني عندي أكثر من شيء متنوع. بالنسبة لمهام المباريات واضح قدامكم إن عندنا ديربي، المشكلة ديربي في الكاس يعني خروج مغلوب، فهم تخسر برا، عشان كذا ممكن تكون عندنا هذه أصعب مهمة في حلقة اليوم. المهام الثانية راح تكون راح نشتغل على الأكاديمية، راح نحاول نجيب فلوس للنادي، لأن خلوني أوريكم الفلوس ما شاء الله يورو واحد طبعا. بس قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة ارجع شوف الحلقة اللي فاتت عشان ما تحرق على نفسك. هذا تنبيه مهم اوكي، عشان ما تحرق على نفسك ارجع شوف الحلقة اللي فاتت زي كذا عشان تمشي معنا يعني بالسلسلة. طيب انا لازم اوفر فلوس، هذه ثاني مهمة عندي اليوم، وثالث مهمة عندي اليوم وتوفير الفلوس اللي هو تشغيل الاكاديمية من جديد. هذا الموسم الصراحة انا سحبت على الاكاديمية، اذا تبون الصدق ما اشتغلت عليها ولا شيء. هذا يجي منه الصراحة اللي هو الحارس، ممكن يجي منه كويس يعني لعب ولا شيء ولا ريت ولا بيع اللي هو، بس الباقي زي الزفت يعني. انا ودي اسوي لهم معفاة بعدين ارسل مراقب يشوف لي الاوضاع، فهمتوا؟ يجيب لي لعيبه مواهب جديدين. ابغى نشط الاكاديميه قبل ما نخش على مثلا بطوله اوروبيه، لان احنا واضح ان ان شاء الله لما نجيب مركز رابع باذن الله، فيبينا نشط الاكاديميه، يمكن يطلع منها لاعب ولا لاعبين يساعدونا يعني في تشامبيونز ليج مثلا او اليوروب ليج الموسم الجاي. فانا كيف بوفر فلوس؟ تذكرون العرض اللي جاء جوزمان؟ انا اتخذت القرار يا اخوان اني ابيع جوزمان، خلوني اوريكم. جوزمان جاي عرض ب 7 مليون، انا لازم اوفر 7 مليون لان ما عندي الا يورو واحد. بس ترى في شيء ايجابي اني مطفر الحين، لو تلاحظون في دائرة خضراء وفي النص 286 مليون. إذا أنت تلعب كارير وفي عندك الدائرة الخضراء هذه فل يعني أكثر من الأحمر، ترى الموسم الجاي ميزانيتك فوق عالية. يعني أنا ضامن إن الميزانية الموسم الجاي ممكن تكون 100 مليون، ممكن يعني لأول مرة في تاريخنا تكون 100 مليون، إن شاء الله تكون 100 مليون. طيب أنا الحين بعت جوزمان، فش نسوي؟ مالي إلا ألعب الديربي. نبدا حلقة اليوم بالديربي، بعدين نشغل الأكاديمية بفلوس جوزمان ونمشي أمورنا، فهمتوا؟ يعني الحين أول خطوة عندنا نلعب الديربي. فأنا يا أخوان راح ألعب الديربي بخطة جديدة، خطة اسمها نزل الباص، اسمها 5 دفاع و4 وسط. أتحداك تمشي يا السيتي، باختصار هذه اسم الخطة. فخلوني أضبطها. ممكن لأول مرة يا أخوان في مانشستر ألعب 5 دفاع ومحور، يعني تقريبا 6 مدافعين يعتبرون. فيلا بسم الله خلونا نضبط التشكيله. اوكي بتكون زي كذا التشكيله. طيب من نستغني عن مين؟ لا مو بتستغني، هذا استي هذا استي، هنا بابلو توري، انزو ريد. طيب نستغني عن كلارك اجل. لا تدرون كليني افضل، والله كليني وقت المباريات الحاسمه، تذكرون في مباراه ليفربول شلون ادى؟ تعال السلاح محتاجك. طيب التشكيله بتصير زي كذا. هنا عندنا وشو هذا؟ هذا راح يكون سي ام، ما راح يكون كام، برضو راح احافظ. تعال هنا بابلو توري، والحين بحط التعليمات. خلونا مع التعليمات، ركزوا فيها يا اخوان، تعليمات دفاعية رهيبة. اوكي يا اخوان خلصت التعليمات الخطيرة اللي راح تجلد مانشستر سيتي باذن الله، لانها مباراة كاس والسيتي مرعب هجوميا، فان شاء الله اني بقدر اتعادل معهم، روح بلنتيات اللي هو عادل يطلع من هذه المباراة. طيب هذه التشكيلة اللي بنبدأ فيها ضد مانشستر سيتي، تذكرون قلت لكم الطقم الاسود له مناسبة خاصة. هذه نعم يا اخوان لاول مره احنا نلعب بالطقم الاسود والاحمر ضد مانشستر سيتي، والظهور الاول للطقم ضد مانشستر سيتي. طيب جاهزين؟ زين يا عيال كليني تراكمت بجناح، بس اقول لك بس خليك معاي دائما. بس يا عيال انتم ما لاحظتوا شيء غريب في الحلقه اللي فاتت؟ ما شفت احد كاتبه. خلوني اسالكم، في شيء غريب في الحلقه اللي فاتت وفي حلقه اليوم متغير عن السلسله؟ يعني اللي يعرفه يجاوب في الكومنت، خلونا نشوف انتم مركزين ولا لا. يا اخي وش حظي ذا؟ دور 32 مانشستر سيتي، انا كنت ابي اوصل دور 16 يعني، بس ان شاء الله اني بقدر بالتشكيله الدفاعيه دي. اعتمادي على الدفاع وعلى ايميليانو مارتينيز يا اخوان، لازم ينقذني نفسه ضد ليفربول. شفتوا السيتي يوم يتعادل مع، لا يوم يخسر في الكاس قبل يومين ضد ساوثهامبتون، بلعب نفس طريقه ساوثهامبتون، الدفاع المطلق النهائي. شفت 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 شلون شفت شلون شفت شلون؟ لا مو يعني كنت بقول لكم شفت المرتده. الوقت كل ما مشى ومانشستر سيتي ما سجل، في ضغط على مانشستر سيتي. اوكي هدينا ناول، الامور تمام، تبيها يا سيتي تعال خذها. اوكي قدام اكسب. اوه لا ارجع 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 ارجع. اوه خطير خطير، هالاند كليني ايميليانو. شفتوا يا عيال انا اعتمد على الشيبان، كليني ايميليانو الخبره في هذه المباراه. احشر اوكي، اوه يكسر من ورا، ايه فاول 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 فاول، حلو الحمد لله يا عيال
طيب انا طلبت فاول والحكم سحب علي يا عيال سحبت الارض. اوكي كنت مرتدات مرتدات يا اخي يا رد اخترق رد سوقها خلاص رسميا خطيره يا عيني. وش وين الفاول؟ اوكي يا الحكم اتمنى تكون منصف يا الحكم اكسب. بس والله ما في خطوره نص ساعه ولا تسديد لا تسديده واحده. الموت مانشستر سيتي اوكي كنت خير ان شاء الله. او ماي جاد يا عيال كيف الحمد لله متسلل يا عيال. والله السيتي ما منه خطوره والله كان الخطه ضابطه كان بيبي جوارديولا بيصيح بعد المباراه يا اخوان في المؤتمر. اوكي يا سلام بس في صعوبه هجوميه اذا تبون الصدق لان في قليل اللي يهجمون مره شويين. بس يلا معلي الحيطه والحذر يعلن يا سعود. اوكي حلو مشي سعود. اوكي نهايه الشوط الاول ما في خطوره من مانشستر سيتي يعني هي هفوه واحده اللي سدد منها هالاند ولا جيت. بس عرفت الفكره هذه هي الفكره يا اخوان. انا اخذت الفكره من مشو من ساوثهامبتون يوم شفتهم سموا السيتي مضار ساوثهامبتون اللي ضدهم بالكاس. بس ايش فيكم تعبتوا يا عيال ترى ما سوين اي مجهود. بالدي بدا يتعب شو الزحف. اوكي عاد الحين لازم حنا يا عيال شوي نكون هجوميين شوي يعني فهمتوا لان تتصفق خطيره. اول هفوه اول غلطه. اوكي يا عيال ركزوا. دي بروين يو اقول لكم لازم هدف والله لازم هدف ترى. اكسب فودن اكسب كليني يا عيني يا عيال شو لنا ما اعتزل ذا رد والله دفاع السيتي صلب. اوكي قالوا تبي الوضع دفاع ابلع اضغط يا عيني عليك رد اليوم الصراحة مختفي صعبة المباراة رد. اوكي حلوة الكورة اركض بالدي خلصت لياقته والله يا عيال خطيرة هالند اوكي يقلع شكله ميليانو يا عيال هالند حط جسمه يقلع بليسه هذا الشيء بيجي جوا المنطقة الحين برا لا اسطرك برا يا عيني يا ميليانو يا شيخ والله قال لكم بعتمد عليه انا واجد حط هجوم اظهرة اخر الدقائق بس نبغى نهاجم شوي. اوكي حلوه رد يا عيال والله اني ملك مانشستر الحقيقي. شوف رد ايش يسوي ثلاث دربيات بدون ما ينتصرون باذن الله ثلاثه ورا بعض ثلاث دربيات اثنين السيتي واحد مانشستر يونايتد. حلو رد حلو يا عيني الجول يا عيال خطفه هدف نعم من اول تصويبه او يعني ثاني تصويبة يعني مع حقة كنت ما تسمى تصويبة. والله العظيم المدرب هنا يا عيال اقسم بالله المدرب والفكر موجود في المخ. تعرف شلون تهزم السيتي ايزي. اوكي اوه خطيرة يا ساتر يا عيال نبقى زي ما حنا. اوكي يا عيني السيتي او تسلل عثمان تسلل. بس السيتي يلعب على المساحات حتى المساحات الضيقة على طول. وين ما في حد انزو اكسب يا سلام معنا وقت عمق. اوكي روح بابلو توري ركنية يا عيال خمس دقايق هل تصير اوكي رد بتنضرب يا ساتر يا عيال بعد الركنية ارجعوا سلامات سعود شد الثقل اوكي يا ساتر استر هالند ايميليانو مارتينيز الى الدور 16. شوفوا يا اخوان اليوم انت تتابع هذه الحلقه ومانشستر سيتي ويونايتد لعبوا فهمت ولا واحد منهم ملك مانشستر. ملك مانشستر معروف شكرا ايميليانو صديت واحده عن مليون واحده يا شيخ وهذا شيء ممتاز دور 16. طبعا الحين نشوف وضع الاكاديميه وش ذا فالفيردي راح لباريس وبدري راح توتنهام شو الانتقالات الغريبه ذي عرض سبيل الإعارة هذا من هو؟ لا شوف يا الغالي تفويض هذا نحطه إعارة فقط لا غير هذه إعارة موسم. جوزمان عنده عرض ثاني حلو عنده عرض ثمانية يلا في ناديين يا جوزمان لا تصير طماع عاد يلا خلص واحد منهم وقع العقد وحلو انتقل جوزمان شوفوه على اليمين صح رسميا. أوكي إلى اللقاء جوزمان ما قصر يا إخوان جاي ببلاش وبعناه إيزي يلا ضف وجهك هذا يلا الحين معنا 8 مليون ببدأ أشتغل على الأكاديمية نعم بس دقيقة كم عطوني من 8 عطوني 6
يلا يلا تكفي تكفي فيها الخير. سيتي انتم قليلين حياة، ما تبون تجددون الاكي؟ ترى والله نقبل فيه في نادي، ما عندي مشكلة. كم قيمته؟ 17. غريب انهم ما يبون يوقعون معه. على العموم يا عيال انا بوقع مع هذا، هو اهم من اكي، بنوقع مع العقد ونشوف اموره. طب الحين تقول فلوس اكاديمية عبد الله شو سحبت؟ ما سحبت، هدوا هدوا، بس بوقع مع هذا. دور التشكيلة بعطيه هام بما انه اعلى ريت من سعود عبد الحميد، فاكيد بيرضى. شفتوا الرضا؟ الراتب هو اللي بيسبب لنا مشكلة، بنعطيه 50 مكافأة توقيع 200,000. راي 50 حلو، رضا بال50 وحش. طيب هذا بيجينا الموسم الجاي. الحين تعال الاكاديميه، شفتوا ذا فريق عمل الشباب؟ هذا جالس ما يسوي شيء الا 6 شهور، هذا خوينا الايسلندي. بس وين ارسله؟ وين تتوقعون المواهب؟ منبع المواهب البرازيل والارجنتين. ودي اطور موهبه سعوديه يا اخوان، ايش رايكم؟ روح دور لي في السعوديه. اوكي ابيك تقعد 3 شهور 3 6 3 شهور، اصلا الموسم ما بقى له الا 3 شهور تقريبا او 4 شهور، او موهوب فنيا. طيب يلا روح روح يا غالي سافر. كل شهر ابغى تقرير ينزل لي، تسمع؟ في كم لاعب حطيتهم خلف الكواليس، هذا اللاعب مثلا، بس مشكله ما اعرف سعره كالعاده، هذه مشكلتي الابديه. وفي هذا الحارس طبعا يا اخوان، الشرط 33 مليون، ف انا ممكن اعتمد على الشرط اني اوقع معه، لان اذا شرطه 33 اكيد انه جيد في الملعب، ان شاء الله انه بيكون كويس. هذا المدافع ناوي عليه في المستقبل هو وهذا، فهمت؟ هذول الاثنين ان شاء الله هم بيكونون قلوب دفاعي في المستقبل، هذا اللي قررته يعني. الى الان هم كويسين. مانشستر سيتي ما يبغى يجدد مع اكي، ما بيوقع معه، بس انا بترك السيتي بعطيهم فرصه، يمكن يتعوذون من ابليس يوقعون. على كذا نودع الانتقالات شكلنا. اوكي اخر 6 ساعات من الانتقالات، نشوف بيصير فيها شيء ولا لا، خلونا نتابع. شوفوا اكي طلع له خبر لساوثهامبتون، يقلع ام القهر. طيب بيشترونه ولا يوقعون عقد مبدئي؟ اكي اوه يا عيال بيروح علي، ما ادري اوقع معه ولا لا، شكلي بترك اكي، بس اتركه يروح لساوثهامبتون، ما ادري مين بيروح. زبده في نادي جاي يفاوض، يعني الموسم القادم بجيب سي بيين مختلفين. اتوقع اني بترك اكي، خلاص خلاص اكي، وين تبي تروح انت؟ والله ساوثهامبتون مع السلامه، ما راح اوقع معه. انا يا عيال ابغى اضمن الرابع، تراني مبسوط على الرابع، والله الرابع جيد ترى. اوكي بسوي محاكاه لهذه. يا عم ابدا يا عم، يا عم ابدا يا عم. افا انزو فرناندز ضيع بلنتي، ليش ما شو ترد؟ تعادل، ما ادري ايش وضع التعادل. يا اخوي توني مستانس اقول لكم بحافظ على الرابع. ارسنال 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 ارسنال، رفض 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 بدون ما تشوف. طيب تعال انت، هذا بسوي له تصعيد للفريق الاول، وهذا بنعطيه اعفاء، وهذا اعفاء برا الاكاديميه لو سمحت، مالك مكان، انا المدرب احترمني. انت يا الغالي هذا ما طلع يا عيال، مو معقول يا اخي، اعاره موسم يا اخي، موسم الموت يا الطاقات. تعال انت، لا والوضع سيء معناته ما يلعب، كنسلو ماخذ مكانه. تعال يعني تبي تطلع من النادي، تراني موجود انا والله موجود. وهذا 78 طلع اكي، كانه يبينا اكي اذا تبون الصدق. اذا هو ما راح هاي شكل بفكر بالموضوع، هنشوف. اكي راح والله ما اكي تبينا، قل ما ادري انتم يا اخوان، اكتبوا رايكم في الكومنت. طيب هذه المباراه لازم نفوز لان نزلنا السادس، قله ادب الوضع، بسوي محاكاه اثق فيكم. حلو حلو، قد الثقه، بابلو توري وريد اللي سجلوا. اوكي ممتاز ممتاز ممتاز. طيب يا شفتوا الحارس اللي توني مرقيه؟ هذا هو. وش رايكم؟ كم عقدك بس؟ 3 سنوات. اوكي دفا اعاره، ممكن يطلع منه شيء مستقبلا ما تدرون. والله عندي لعيبه واجد بينهم تجديد عقود، هذا 78 كويس والله، ولا ويتطور. مشكله السيتي ناطله دكه. طيب كم مركزنا؟ مركزنا الرابع يا عيال، لازم نفوز ضد نيوكاسل هذه المباراه. ها جاهزين يا عيال نخش على المباراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخوي ابدا يا اخوي، انتو ذا الدكه شغلنا شوي، دكه دكه لا اصقعك. يلا يا عيال ما نبغاهم يتنفسون كذا، نفس ما فيه، موت الموت. لا هم يعني هم تنفسوا، يعني ما بيهم تنفسوا، لا هم تنفسوا، هم سجلوا على طول. 10 دقائق لقمنا، لازم نفوز لازم نفوز يا عيال، ايش فيكم؟ على طول من اول تصويبه، المشكله مليان وغريبه، شفت كيف ارتقى؟ والله ارتقى سيء. سوقها انت، سوقها يا عيال، ركزوا تكفون يا عيال، ترى انا مأدين كويس اخر فتره، خطيره. بالدي وحش، يا سلام يا سلام، برد انفراده انفراده انفراده، يو ايزي ايزي يا اخي، عند ذا وش انت؟ الموت اقول ايه، نادي الوطن ذا لا تستحتفل ضده، معليش نيوكاسل. اوكي وش عليه يعني يا الاشقر؟ كف يا الاشقر، الله يا الاشقر، تكفى لا تقولي نزل رايتك يا اخوي، لا اخذها وامحطها على وجهك، وش ولا رافع الرايته ذا؟ خطيره، الله الله يا القراءه، وشو؟ ركله حره طبعا من الهواء، كذا من الهواء عطى فاول. عاد اللي يقول لك الحين انهم بيسجلون مثلا،
مليان وموجود مشي يا عيني. اوكي هذا قلب الدفاع شيبي. اوكي رد 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 اوح كسر. اوكي بالدي وسط التمريرة انزو تستهبل انزو فرنانديز يسوق هذا. اوكي خش عليه يا عيني. كنت مع الكورة كنت يا عيال ذولي اظهرتهم اقوى يا نونو مندز وذا بابلو سوري رد يا عيال والله يرد يا هو يلقى مساحات استاذ رد خير ولا عشان نادي الوطن ولا ما تمشي بالمره صح ما تمشي والله نيوكاسل قوي قوي مره قوي اقوى فريق مباراته في التاريخ راني صادق ايش فيك اكسب يا ساتر يا ساتر يا عيال ترى ثلاث نقاط مهمه السيتي متعادل نفسي حلوه حلوه اوكي كنت يا كنت وش ذا الانهاء السيء ورا كنت يا عيال زي كذا يعني المفروض ولا هذيك البطاقه اللي فيفا 20 هي اللي تنهي حلو لا تعطيه فرصه احنا نحتاج الفوز اكثر منهم ذولي يا الله يا نادي الوطن خليني امشي تكفى نونو مندز خطيره يا عيني الاشقر اوكي مرتده روح معي كلارك اقلع ام الثقل استغفر الله العلي العظيم يا عيني يا كلارك يا عيني قتال بابلو توري كلارك والله رجل تبديل وقت التبديلات عندنا هذا جايب العيد الاشقر عندنا سعود عبد الحميد برا والله كلارك جالس يقاتل عليها ثلاث نقاط مهمه قبل مباراه تشيلسي والله مهمه خطيره واو ايميليانو يا رجل ما هم متسلل قبل اوكي يا عيال ركزوا ترى فاولات البلاي ستيشن خطيره لو اني تركتها لايميليانو كان مسكها ولا الركنيه ذي حارسهم متقدم يلا يا ربي ايميليانو يمسكها يلا يا ربي ايميليانو يمسكها ايميليانو في المرمى هدف من مرمى المرمى ايميليانو من مرمى المرمى مارتينيز لا بتصير بطيئه والله اني داري يلا مارتينيز حلوه صفر يا حكم وعطنا الانتصار قبل مباراه تشيلسي بس انا وش وضعي الحين الرابع بفارق ثلاث نقاط شفتوا قايل لكم الانتصار مهم نخش على مباراه تشيلسي الحين وتشيلسي المتصدر معلومه ترى الملعب ضد المتصدر ب 57 نقطه يعني الوضع صعب شوي هذا 78 الحارس قايل لكم يجي منه والله يجي منه يا عيال خلوني اوريكم تقويم الاسبوعي الحمد لله فريق سهل في دور 16 يعني في كاس الاتحاد الانجليزي الحمد لله طيب ضد المتصدر ما راح يرحمنا المتصدر يا عيال انا كنت حريص على نيوكاسل لاني ممكن اخسر اذا تبون الصدق يعني تشيلسي حيكون فريق عنيد فنقول بسم الله في ارضنا يا اخوان في القلعه بس اصبر نغير اللبس ضيف ثقيل المتصدر يا اخوان وتشيلسي عندي تاريخ سيء ضده هزمني الصراحه هو اللي طلعني ظاهر من كاس كاراباو اوكي وين 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 جيم بوليسيتش افا اوكي كرت اصفر على الاشقر ما عليه عاليه يا سلام خطير ايميليانو كان رائع المدير الفني في الشهر الماضي الان يتوج بجائزه مدرب الشهر على هذا الاداء والنتائج اللي تحققت المهم الان ان يكون عند الافراد موصله هذا النجاح هل يسجل الان الله يا عيال يا ساتر بس والله يا هي سلكت مع انجلو الحمد لله انه كانتي ما هو بلوتارو ولا مهاجم يعني واحد يعرف شوت باختصار يا عيال وينكم يا عيال ما هم معقول الفجوه اللي في الدفاع ايش فيه فجوه اللي في النص اقصد ما هم معقول خطيره وش ذولي على عكس تشيلسي في الصدق والله قويه ايميليانو يا اخي تعبتني والله تعبتني بالتصديات من بقدر اطلع من مناطقي اوكي متسلل وش ذولي اقوياء اقسم بالله اوكي تمريره تكفى مشي اطراف اول مره ارفع رد صح يا رد لف يا عيني اوكي حلوه راح اضربك يا عيني عليك كنت والله يا تشيلسي قوي بشكل من بقدر ابني هجمه ضد ظهر تشكيله بتتغير خطيره رحيم اوه لوتارو طير وحش احنا هزمنا ليفربول متصدر فجاه طلعنا تشيلسي الحين عرق ضدنا حلو كسر من ورا فاول لا طبعا لانه بلاي ستيشن اوكي يا عيني يا ايميليانو والله فاول اللي قبل شوي يا عيال تطلع ركنيه اقسم بالله يا عيال وش ذا ما شفت مرماهم مندي شفته مره واحده يا عيال والله التعادل يعتبر فوز والله بالنسبه لنا والله شواني فزت ضد نيوكاسل والله شواني فزت شو الفريق المعقد ذا تشيلسي خطيره لوتارو بعدين لوتارو متى خفيف اوكي
شو الرقابة ذي يا بالدي؟ يعني السير اللي قمر من وراك ايزي كذا تتركه عادي بالدي؟ شوفوا بالدي يعني انت تناظره بعينك طيب تناظره ليش توقف؟ ليش توقف؟ هدف يتحمله بالدي اقسم بالله والله اقوي يا عيال مرة. اوكي خش يا سلام يا سلام يا سلام عليك. اوكي اوكي بابلو توري بابلو توري شوف شلون شوف شلون بدينا نتحرك شوف شلون بدينا نتحرك مالك لا تصويب تعال تعال خطيرة خطيرة يا عيال لا حلو يا عيال والله العظيم مو بصاحين يا عيال ها هي ولا مي بي الدفاع موقف ليش رد قام يرجع زي كذا يا عيال لاحظتوا كنت كنت رد شفتوا شلون رد سحبوه لين هناك حلو ايه طرد ايه طرد طرد صحيح 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 طرد طرد على هذه الحكم سيء الصراحة اليوم والله الحكم سيء تشيلسي يستاهلون 100% الانتصار وانا ما قدمت شيء في المباراة يعني ما اقول انه بسبب الحكم خسرنا بس الحكم سيء يا عيني يا مليانو وش جالس يصير اوكي صفر وصلنا 96 اوكي مبروك تشيلسي متصدر عنيد انتصار في ارضنا للاسف اوكي خيبة امل هاي شيء غريب الصراحة شوف تشيلسي شلون ضاغطني يا ساتر صياد فضيحة ذي فضيحة ها وش وضعنا بالدوري تعال وينه وين الدوري ان شاء الله ان الرابع لا تقول الخامس يعني انا ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ننافس على مركز اوروبي يقلع ام الموسم القوي يا اخوان بما ان وصلنا لنهايه حلقه اليوم ابى اقول لكم ضيفوني في تويتر ضيفوني يعني في السوشيال ميديا فهمتوا دائما متفاعلين زي كذا في السوشيال ميديا اهم شيء حسابي في تويتر تبي تعرف متى موعد بثوث المهنه متى موعد زي كذا متى موعد البثوث عامه سوي لي فولو في تويتر تويتر حقي في الديسكربشن ودائما في تويتر انا موجود دائما ارد على الناس وزي كذا اكثر من يعني المواقع التواصل الاجتماعي الثانيه يعني الى الان احنا دخلنا في الربع الاخير من الموسم تنافس على التاهل الى بطوله اوروبيه ضد السيتي واليونايتد الربع اللي باقي ذا عن الموسم كامل انا اشوفه انتظرونا في الحلقات القادمه يا اخواني.